في سؤالها الثالث تقول: ما حكم من كان عليه فدي فذبحه في مكة وأطعم الفقراء وأكل منه هو؟ إن كان هذا الفدي فدي جبران فإنه لا يحل له أن يأكل منه لأنه كفارة، فإذا كان أكل منه فليخرج لحما بقدر ما أكل، يخرج لحما بقدر ما أكل ويتصدق به. ولو في غير مكة؟ في مكة، نعم في مكة لا يجزي إلا في مكة. أما إن كان هدي تمتع أو هدي قران أو هدي تطوع لا بأس أن يأكل منه. قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم.